حياكم الله مشاهدي قناة الفلوجة الفضائية في حلقة جديدة من برنامج حظك حلو. اليوم احنا متواجدين في مول بابلون بالمنصور. دائما نشوف المولات هي المتنزه الاول اللي يلم العوائل، خصوصا من تكون الدنيا كلش واردة وكلش حارة، لان احنا ما عندنا حل وسط، فنشوفهم لان تكون مغلقة فتناسب الاطفال وعوائلنا بشكل خاص. حياكم الله بحلقتنا لهذا اليوم، راح تكون حلقة مميزة مثل عادتها، ومثل ما عودناكم انه احنا نسولف وياكم ويا اهلنا وناسنا، نتعرف عليهم، نتعرف على شغلهم، اهدافهم، طموحاتهم وكل شيء. طبعا انا اسولف وياكم واللي الناس اللي ورانا اللي خلفنا عباره عن عمري، يصيحون عمري دا احاول انه اني ما اسمع حتى اكمل التقديمه، لكن حبكم يعني امتناننا لهذا الحب. شكرا لجمهور برنامج حظك حلو. تعالوا نبلش اولى حلقتنا او الدقائق الاولى ويا هذا الشاب. شلونك؟ الحمد لله. شنو اخبارك؟ الحمد لله بخير. الله يجعلك بالخير. شنو اسمك؟ حسين. من وين؟ من بغداد. كرخ لو رصافة؟ الله ما أدري من الأعظم ما حصل. صدق؟ أنت يا موالي. بعدني 2001 أنا. وذا 2001؟ ما يعني أعظمية كرخ لو رصافة والله ما أعرف بالقرآن. زين شو رأيك نسأل أنا وياك المتابعين يجاوبوك بالتعليقات؟ أي عادي. اسألهم قول لهم أني بالأعظمية، الأعظمية تابعة لكرخ لو رصافة. ما سيضحكون علي. أنت تقول أني ما أعرف. ما أبي ما يعرفون قاعد نعرف. كرخ لو رصافة. هي ما بيش ما يعرف يسأل إيه صح. زين هي أنت من أنت سوين بالمنصور؟ أي بالمنصور. مني جيت عبارة نهر دجلة لو لا؟ أي. هذا الجسر. أي عبرت. ولا 14 رمضان. عبرت إيه. أنت من تعبر هذا الجسر يعني إذا أنت كنت بالعظمية؟ بالرصافة. أنت هسه بالرصافة؟ هسه أنا كرخ لا رصافة والله ما أعرف والله ما أعرف. إحنا بالكرخ. زين. هذه من هاي ريحة هلي أنا من الكرخ وأنت من الرصافة، لأن العظمية تعتبر بالرصافة. زين. هي أول منطقة. يعني أنا أقول له أنا من الرصافة. بالضبط. ها حلو أوكي؟ أي أوكي. صالحنا. أي صار هذا هو. زين أنت المشكلة أنا كلش أحب الكرخ، فمستحيل يعني أنت ما تحب العظمية؟ لا أحبها. ليش ما أحبها؟ إذا تحبها ما تعرف هي وين؟ يعني لا ما مهتم أنا بهي السوالف. نصحب؟ إي ما مهتم بهي السوالف يعني. شنو المهتم بي؟ يعني مهتم غير بأهلي. عائلتي بأخوي. أنا ما راح أسامحك لأنه أنت أهلك وعائلتك وأخوك لولا بغدادنا رصافة وكرخ أهلك وين؟ أي يعني بالنسبة إلي بغداد ومن ثم الجميع. أي طبعًا. فإنه أنت هسمنا للرصافة. أي هذا هو بعد يسألنا قل أنا من الرصافة. حياك الله نورتنا بالكرخ. كلش قد تيجي هنا؟ والله يوميان هنا يعني. وقاها. أيوة. ما تدري. أنا بالمنصور ما أعرف إيش ما. رايح جاي وما تدري. رايح جاي والله. يوم دوامك وين؟ أنا قبل كنت أداوم يعني بتركيا. أوكي. هسه يعني رجعنا استقرينا هنا. صار كم سنة بتركيا؟ كان صار لي سنة. سنة ورجعت لبغداد؟ إيه رجعت لبغداد. يعني حتى مالك عذر إنه أقول إنه أنت كنت بغربة ونسيت التكرخ. لا لا أنا حتى رحت هناك يعني ضجت. غربة. إيه ضجت. يعني أصدقائي مو يمي بالسبعة كلهم يعزلون. اي يعني ما واكبت يعني تركيا. اقلمتوا يا حياتهم. اقلمت اي خليته ورجعت. حلو بتركيا؟ والله الحلو يعني بس طبيعه. طبيعتهم إيه. الحريه اللي يمتلكوها السائحين اللي موجودين هناك مو الشعب التركي، الشعب التركي ملتزم اغلب حاله حالنا وعنده بالضبط شعب مسلم وعنده حدود كلش حلوه، لكن السائحين او السواح اللي يكونون متواجدين باسطنبول تحديدا ممكن بانقره بانطاليا هذول شوي يكونون كلش اوبن مايند، كلش يكونون متونسين يغيرون جو، فتشوف العراقيين دائما يروحون. صح صح. طيب رحت مع العائله لو وحدك؟ لا لا انا واهلي. حاولتوا تستقرون؟ اي حاولنا نستقر بس يعني بأي محافظة؟ بسكاريرة. كرخ لورصة؟ لا ماكو هناك كرخ. زين كانت حلوة لو لا؟ انا ما شايفتها سكاريرة. اي والله حلوة. على اسطنبول. قريبة على اسطنبول. اي هناك صبنجة معشوقية يعني حلوة. اي بس انا يعني ما عجبتني. تروحين يعني ما شهر شهرين مو مال تستقرين. يمكن حتى العطلة الصيفية اوكي ايه تستقر لا. وترجعين. راح ننسى اي وترجعين. شلون دراستك؟ أنا والله ما مكمل كاس. أي مرحلة؟ رحت هناك كلية سنة أولى هندسة ورجعت هنا قالوا لي ما يصير يعني ما ليش ما قدمت كلية هنا؟ ما يقبلون لازم إلا أكمل ثالث. من الثالث ترجع؟ من الثالث أرجع سادس و. أنت متخرج من السادس؟ أي والله. خرجت هناك. مستحيل. زين ليش؟ ما عادلت الشهادة أو هيك شيء؟ ما قبلوا. وأنا يعني ما يعني ضجت أنا ضجت ما تقدر إيه ضجت خريت السادس إيه ضجت. طيب ما بواسك تأخذ سادس خارجي حاليا لا إيه حاليا لا والله أنا إذا هيك امتحان درجتي بيه ضعيفة مالي واسعيدة إيه امتحان يعني مو إنه أنت تعيد ثلاث مراحل يعني
بس ان شاء الله يعني بالايام القادمه ان شاء الله يا رب يكون لك تحفيز جديد ب 2024. احنا بعدنا بدايه السنه ان شاء الله يكون لك مستقبل حلو وتوصل للي تريده. بس سؤال حسين، مو قلت لي اسمك حسين، شنو هي اهدافك ل 2024؟ والله افتح محل مال ملابس. نسائي لو رجالي؟ لا لا رجالي. وين؟ بالكرخ لو بالرصافه؟ لا لا بالرصافه ما وين بالرصافه؟ وين بالرصافه؟ انت ما تندل غير العظميه. زين القراعات كرخ لو رصافه؟ قراعات صف العظميه رصافه؟ شنو الشطاره؟ اي رصافه. ها مو متاكد اصلا، مو متاكد. بعد اذا سالوني ايش اقول لهم؟ كرخ لو رصافه انت جاوبهم. على راسي تشرفنا. تسلم راسك. سلمنا على الاهل ان شاء الله. شوفك بخير. اشكرك. مع السلامه. حياك الله. مشاهدينا الكرام، احنا مستمرين وياكم بهذه الحلقه من مول بابلون. بس اني سؤال، يعني اكو عراقي لحد الان ما يعرف احنا ببغداد، احنا حاليا بكرخ لو رصافه. المشكله انه هو حتى من بغداد حسين ومن الرصافه ومن الاعظميه، يعني الاعظميه من المناطق الكلش قديمه، كلش كلش قديمه. اهلنا اهل بغداد الكلش قدماء كانوا هم بالعظميه بالكامل، وهناك القصص الحلوة، يعني حتى درابيل العظمية وشوارعها كلها تجنن. فتحياتنا لحسين، ما أدري ليش ما يعرفوا بكرخ لو رصافة، نعتب عليه وهو قال بعدها هي عرفوا كرخ لو رصافة. نكمل حلقتنا، ناخذ فاصل ونروح ندخل داخل المول. يلا نروح داخل المول، باي. رجعنا وياكم مشاهدينا الكرام من داخل المول بابلون، نكمل وياكم حلقتنا. الله يساعدكم، شلونكم؟ شو اخبارك؟ السلام عليكم، شلونك عيني؟ اهلا وسهلا. الله يسلمك. الحمد لله على الله. من الثلوجه حياكم الله. الف هلا اثنينكم. اي نعم. ابن خالتي. نسيبك حلو، كل الهلا بيك. صار لك قد نسيبك؟ تقريبا من 2013 مو 2010. نسيب قديم. اي نعم. يعني انت من واحد من العائله. اي نعم ان شاء الله. أكيد إحنا أخوة. الله يحفظكم إن شاء الله. أصلاً ابن خالتهم، فماكو ما بيها مجال، يعني من العائلة. أكيد نعم. الله يسلمك. عندك أطفال؟ عندي ثلاثة. الله يحفظهم. ولد أو بنات؟ ولد وبنتين. شلونهم البنات؟ والله ما شاء الله حلوات. هن مدللات لو الولد مدلل؟ والله ما فرق بين الولد والبنات. كلهم مدللين. سواسية. أي نعم. زين والمدام شلونهم؟ الحمد لله. سلمنا عليك. الله يسلمك يا صاحبي. تكون بخير وعافية. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. انا يعني الحمد لله زين. كل شيء تجي من الفلوج البغداد؟ والله كل اسبوع، كل جمعه، كل يوم. تسوي كل جمعه؟ نجي بغداد ما اطلع كل جمعه. مو احنا ملتزمين عمل، فعندنا الجمعه استراحه فنطلع. ضروري انت من عندك العائله مرات ومرات لا، احنا نطلع طلع شبابي واحد. حلو. زين تجون هنا أنا شويه، شلون هالفلوجه؟ والله زين الحمد لله. من تطلعون ويا العائله بالفلوجه ولا تجون بغداد؟ لا دائما بغداد بنطلع داخل الفلوجه. عجب. بيها مناطق بس احنا داخل الفلوجة فنزورها مرات يعني. قصدك شبعانين منها؟ اي عافيه. شلون احنا نتعنى الحبانية عادي لين شبعانين من بغداد؟ احنا مو على طول نفطر ببغداد. اي فهي بغداد حلوة. اي خصوصا بالمطاعم اللي مستمرة متجددة، بالمولات المتجددة، المنتزهات اللي تكون، الزوراء جيد ما تروح لها ما تمل منها، لان كل شيء كبيرة. مجرد انه انت تغير المكان تشوف نفسك انه انت مكان جديد. كلش حلو. طبعا اكيد هي بغداد على العموم حلوه يعني. جنن بغداد، وينك احلى من عندها. زين سؤال، شنو اسمك؟ ابو ادم. ابو ادم، صار لك كم سنه مكون عائله؟ تقريبا ب 2020. جديد؟ اي. حلو. عن حب لو تزوج تقليدي؟ تقريبا نقول تقليدي. تقريبا تقليدي، شنو رايك بزواج تقليدي؟ والله ناجح، انجح من الحب. هو انت اذا نجحت مو معناها الحب فاشل. مو اني متزوج اثنين. صدق؟ يعني اثنينهم على ذمتك حاليا؟ لا الاولى لا انفصل. الاولى على حب؟ ايه يعني مو تجربتي. تجربتي الاولى فكانت الثانيه انجح. حلو. انا اشوف انه مثلا اذا انا تزوجت على حب مو معناها التقليد فاشل، واذا انا تزوجت على زواج تقليد مو معناها زواج الحب فاشل. هذه تجربتي انا كتجربه. عندي قناعه انه اشبه الزواج اشبهها بالبيضه. بيضه؟ بالبيضه. اي مرات البيضه تكون ما ادري او احنا نقول خربانه، مرات تكون ناجحه. بقول رقيه. هي نفس الشيء يعني. نفس الشيء. رقيه بها هيج بها حوبه، لان البيضه تطق غيرها، رقيه من يجيب لك غيرها؟ شايلها 3 كيلوات اربعه وعلى قلبك وجايبها، وتلقاها كل ساعه الوالد يطبطبها ويشوفها ويفرها من النوم تطلع فاهي. تعال شويه يمنا. فالرقيه اصعب من البيضه. اي نعم. اكيد. والزواج قسمه نصيب. حضرتك تزوجت عن حب لو زواج تقليدي؟ لا لا زواج تقليدي. يعني ما كانت بينكم علاقه سابقه؟ لا لا اي علاقه ما. عادي حتى لو اخوها عادي عادي. لا 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 صار لك 25 سنه من زمان. على علاقه كان قلت لك اكيد. الله يسعدك. ان شاء الله. زين انتم
بما أنه حاليا متزوجين وعندكم أولاد وبنات، عندك بنات؟ أنا عندي بني وليد. حلو، الله يحفظهم إليك. في بالكم بالمستقبل إن شاء الله البعيد لأولادكم بعد عمرا طويل، يعني إن شاء الله صحة وعافية وطولة عمر لكم، شنو مقررين تكونون مع أولادكم وتساندوهم إذا اختاروا عن حب، لو أنتوا هم تقررون وتزوجوهم زواج تقري؟ لا، هم الاختيار لهم طبعا، اكيد. مثل ما احنا ما حد ضغط علينا بالزواج التقليدي او ان كان زواج، ما حد ضغط علينا، فاحنا اولادنا هم لازم، احنا لازم نواكب العصر. اذا اجى ابنك وقال لك اني احب فلانة، اروح اكو معوقات راح تساعده؟ اروح امشي وياه، ان كان على صح اوكي امشي وياه، وان كان على غلط انصحه انه تقبل نصيحه خلاص، انه اذا اصر انه امشي وياه، بعدها حياته اختارها. شلون ما اختارت حياته واصريت؟ سمع عليك هذا الفيديو عادي والله، بس انا اشوفها مو صحيحه. يعني شنو يعني مو صحيحه؟ نفس اذا ابني مثلا حبله وحده ويريد يتزوجها، والاب او الام شافوها ما تخدمه، لازم يحاولون قدر الامكان مثل ما يقول ينصحوا يمنعوه من هاي الخطوه. طيب انت تدري يعني انه اليوم مصيره، هو حياه، شلون حياه مصيريه، اما نجاح اما فشل. مو صحيح اليوم انت يعني ما راح تعرف الاشياء اللي تناسب ابنك اكثر من ابنك. مو احنا أكيد. اكبر وافهم واعقل، وانت تشوف الصح والخطا لابنك، لكن بالتالي يقول لك هذه حياتي، شلون راح تتعامل؟ اكيد حياته، مو انا اب مسؤول عليه. يعني اذا اشوف شيء مثل ما يقول خطا ما يخدمه او ياذيه بحياته المستقبليه او بحياته الزوجيه، لازم احاول قدر الامكان مثل ما يقول اقدم له الشيء اللي اصر من خلال كبرتي. اذا اصر شلون؟ اصر والله عاد مشكلته يعني. اكيد انطيه استسلم اكيد. بس ليش؟ لانه اليوم يعني هذه حياته، احنا اليوم كبرنا، وحضرتك كنت ولد صغير وبعدين شبيت وكبرت. صح انه هو الزواج مصيري، لكن انه ممكن انه هو يشوف هذا الشخص صح يسانده، يوقف وياه، يكونون اسره سويه، يكونون اسره متماثله. فمو شرط انه الاب والام على مدار دوره حياه اولادهم انه كل الاختيارات اللي اختاروها الاب والاب صحيحه. ممكن انا اشوف انه الاولاد اهم عندهم جانب انهم يختاروا. صحيح، نوبات الابناء يكون عندهم يعني تفكير نحو الصواب، والاب والام يعني من خلال جزء خبرتهم قليله واحتكاكهم قليل. اكيد نعم، يجوز كان العصر مالتهم يختلف. زمن يختلف طبعا، اكيد. جيل ال90 ويا جيل ال2000 ما نعرف نتعامل. صحيح اكيد، يعني فرق سنوات كلش قليل. اكيد ما نعرف، وجيل ال2000 نفسهم ما يعرفون يتعاملون ويا جيل 2006، لان جيل 2006 تصرفاته تختلف تماما، اختلاف جذري. شلون الابيض والاسود يعني، محترمي لهم. اكيد اكيد، واقع. حتى اذا كانت الافكار سلبيه او ايجابيه من الناحيتين هي مختلفه، خاصه اللي يتزوجون، يعني خاصه مواليد 2000 وفوق، تلقين زواجهم حالتهم مو مستقره. 2000 سهله، عبر ال 20 سنه ل 2006 و 2007 و 2008 كلهم يتزوجون. هي الاجيال كل ما تتقدم كل ما سبحان الله تلقين مثل ما يقول الافكار، بس مظلومين جيل التسعينات. اي والله الله يعين. اي والله، يا مواليد 96. اي والله، وحضرتك؟ انا 84. الحمد لله انت بالسيفتي بعدك، احنا لا راحت علينا، كل شيء ما شفنا. احنا ما شفنا شيء ترى، والله ما شفنا شيء. حتى يعني شبيت بالتسعين. اكيد اكيد، انا ترى خريج معهد معلمين من 2007، بس تعيين ماكو، واشتغلت عمل حر والحمد لله. الله يرزقك. الله يسلمك. سلمونا على الله يسلمك، شو يصير ان شاء الله. الله يسلمك، عين السيد. فرصة سعيدة اللي التقينا بحضرتك، الله يسلمك. مليون هلا. الله يسلمك، موفقين. حياك الله، فدوى لعينك. مشاهدينا الكرام، احنا مستمرين وياكم، هذه نصيحة لكل عوائلنا، احنا اليوم بنلتقي باثنين متزوجين ايا كان عمرهم، ايا كانت حياتهم الاجتماعية، المادية، حياتهم بالكامل، احنا نكون معاهم ونكون، شوفوا قلت لكم نكون معاهم حتى لا يقطعون علي السوالف، شلونكم؟ هلا عيون، شلون زين؟ الله يخليك. اذا اقول احنا مع العائله اللي يتزوجون شو وقت ما يريدون، انتم هيجي اقتحمتوا. صارت بعد. الله يحفظك ان شاء الله. ابو لارين. لارين الله يحفظها لك، شلون؟ الحمد لله. ابو عيد شتي تصوريني، مو انت النانه؟ الحمد لله. انت ام لارين؟ الله يحفظها لك. اروح من هناك انا عادي؟ يلا خليني انا اجيك من هناك اسولف وياك، عشان انت تشوفك مبتسم وتسولفين كانك. اشوف لارين حلوه؟ ها وينها؟ حبيبي عمري ابويا عمري، والله الله يحفظها لك. حبيبتي تسلمي. ايش قد عمرها؟ عمرها 8 اشهر. الله يحفظها لك، متعبتش لو لا؟ طبعا بها مجال السالفه ما بيها نقاش. زين ليش تسمعين على حمزه؟ تسمعين على الكاميرا؟ صار لي ساعة هنا تباوعي لي وتضحكين وياي، سمعت وقت مدنقة ده خطبة كاني. صار لكم مش قد متزوجين؟ صار لنا سنة تقريبا ونص، سنة ونص. اوكي، يعني هسه اذا اسالك على عيد زواجكم تعرف؟ اي تحلفت له انت؟ اي عادي، هو كانكم هذا البرنامج يقتلنا اليوم.
عادي عادي، شو وقت الزواج؟ ال 27 28 27 شهر الثالث الخامس 2021. والله سلع الجرية جرعة بالموضوع وتاريخ زواج. ها؟ أصلاً غلط. 27/3 لا. إيه صح. صحيح. إيه؟ بيا سنة. ب 2000 و قبل سنة 21. أي صح. سنرجع ويا البيت عادي. الحمد لله. بعد عندي كم أسئلة. زين عيد ميلادها شو؟ عيد ميلادها 10/11/2001. إي صح. زين شنو أول هدية جابتها إلك؟ أول هدية بوكس بوردة وبيها صورتي ما أتذكر يعني. وبعد؟ أنا روحي أتقدم أحسن مني. التخرج يعني شفت ريزن. إي. السواري هم ذبيته يعني. ما غزة؟ لا ما أكل سوار ما لابسه. زين أنت شنو أول هدية جابها إلي؟ أول هدية جابها إلي. شو ده يسمع لأنه أنا ناسيها أصلاً فدي يتذكر يا هدية. موبايل. موبايل؟ إيه والبوكس ساعة وسوار. صحيح صحيح. عيد ميلاده شو وقت؟ عيد ميلاده يوم 28/4/1997. الله يحفظك إن شاء الله. تزوجته عن حب لو تقليد؟ لا لا عن حب. كم سنة؟ يعني طول تقريبا 3 سنوات. حلو جاهدتوا. اي لا نعم. زواجكم سهل أو صعب؟ يعني هم صارت بي صعوبات. ما ترهم فينك تشوف لك أب وأم تقول مرد أتزوج. يعني يصير. اي طبعا. بس يشلعون قلبك الله يروحون يخطبون. اي طبعا شوية صارت بي صعوبات. ها؟ ليش؟ يعني ما يوافقون مثلا ها بعد ما شنو مو هسه هي هم ما أرادت تطول إن شاء الله تدرس يعني فما قبلوا يطول. في الكلية؟ اي الحمد لله. شو تخرجت؟ تربية تاريخ. يا يما الله يعينك. الله يعينك. لا الحمد لله. عادي متأقلمين. هي يعني من تحكيني تحكي على تاريخ الظل. اكو بيت شعر يقول اكو بيت شعر يقول حبيته حب العاشق رد التاريخ وتعجبه شخصية بشر ما شافه. قص شفي حطاني ببلا مي مجداف وابتسم مثل الشامت اللي يتشاف. حياك والله. حياك. مو انت تحبين التاريخ؟ لا. ما تحبين؟ لا ليش الدرسي؟ بعد حظي. صدق؟ قبلت والله. بعد ظروفه وهاي ودوها على التاريخ. صعب. هي صعب بس خلصت الحمد لله. الحمد لله وشكرا. دائما اللي يقرا التاريخ ممكن انت يعني اكيد مر بهذه التجربه اكثر مني، تنعجبين بشخصيات معينه قادوا حروب يعني سلطان معين سلطانه معينه صح ولا لا؟ صح. فهو شنو يقول انا حبيته نفس حب الشخص اللي قرا تاريخ ونعجب بشخصيه ولا شايفه لا. انت شو الفكره؟ لا لا عرفته. حلو زين لو يرجع بيك الزمن ويخطبك من جديد تقبلين بيه؟ طبعا. ليش؟ ما ادري اشوف بي شيء ما اشوفه باي رجال. يعني شنو الصدق؟ كل شخص بيميزه يعني تبقى انه غير يميزه عن الاخر. وماكو واحد احسن من الثاني. انت لو يرجع بك الزمن تخطب؟ طبعا. يعني بكل شيء مثل ما يقول متحملتني بهاي يعني حتى مثلا هسه ويا اهلي الحمد لله والشكر قايمه بواجبها ما مقصره. طيبتها هذه تربيتها بس هي يعني شنو شلون اوصل لك اياها؟ شنو هو الطبع اللي غير انه هي طيبه واصيله؟ احنا العراقيات ترى تربيتنا الاهتمام وغيره هو هذا افضل شيء يعني هو الانسان يحبه به. اي وتفاهم هو هذا الحمد لله والشكر الله يخلي ان شاء الله. الله يحفظك. انتوا منو سمى بنت؟ لارينا انا اختاريت الاسم. توافقتي بسرعه؟ لا ما ناقشت. كنت رايده غير اسم. شنو الاسم رايده؟ وتين. لا لارينا احلى. بعدين قلت لها هي لارين. شو معناه لارين؟ سجلة البرتقال. بأي لغة شكلها؟ الأرمانية. حلو والله معلومات جديدة الله يحفظك. أولي 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 تسولي فيه. شنو دا تحكي العلاجي؟ شنو دا تحكي؟ بابا سول فينهم سول فينهم شو تسولي؟ نروح فاصل نروح فاصل طونا هدية. لا بكت لارين. لا ها سكتت هي الحمد لله والشكر. شوف ايش تسوي الله يحفظها. هذه هديه من شركه رحله النبع للسياحه والسفر الله يخليك لكردستان. ان شاء الله تروح ترجع بالسلامه. الله يخليك ويحفظكم يستر عليكم حبيب. يحفظكم الرحمن ويكون دائما انتم بحب وبركه حبيبتي. شوفكم امين ان شاء الله. الله يبارك علي ان شاء الله. ان شاء الله علي حياك. شوفوا انا ما نسيت السالفه اللي حكيتها قبل شويه فهسه راح اكملها لان ظلت ببالي. دائما العوائل اللي احنا نلتقي بيهم
ايا كانت حالتهم الاجتماعيه والماديه الزوجيه، اذا كان عزابي احنا معاه، احنا مو هنا محكمه حتى نقيمه او نحطه او نقول له لا انت تسوي انت غلط، هذه حياته هو يختارها ويقرر كيف تكون، شنو شكلها، شنو هي خطواتها، وشلون يكون طريقها. فاحنا اللي علينا ننقل صوره حال الشارع العراقي وصوره حال شعبنا بكل حب، كل امتنان، كل محبة، وبكل سلامة وضحكة حلوة. تعالوا نكمل الحلقة بعد شوية. مرحب. شلونك؟ زين الحمد. شنو قلت لك قبل ما شنو قلتي لي؟ نسيتي. قلت لك شنو هالشعر الجميل ما شاء الله. فدوى قلبك حبيبي قدامك. شو هو حلو عليك؟ مفصل عليك. الله يحفظك شعرك. بس قولي لي تعتنين بيه لو انت من الله هو. اي اعتني بيه. حافظ عليه. دائما ماسكات وزيوت وشغلات. 24 ساعة لافة الكبة والدهن واكون انا الكبهر. كل ما يفوتوا ينصدمون اخواني. لو ريحة ثوم وبصل، لو ريحة بيض ومايونيز. بالضبط اكيد. اخوانك عادي يتعاملون ويا الريحه؟ دائما الاخوان ما يحبون ريحه الزيوت. اي صحيح. انه هاي السؤال اكيد. اي ما تكونين مسببه لهم عقده. اي بالضبط. والصبغ وهيك امور ما يحبون. اي ايام والي 2005 تشاقين والله يا عمري ما شاء الله يما. هلو شلونك؟ شو اخبارك؟ هاي فايف شلونك؟ يلا عدي بس ما ضلك شغل اشاره اوكي؟ حتى احنا شوي نحسب حسابنا لان احنا نتكلم موضوع مصيري. تعال خيي هنا انا. اوكي لا هنا هنا ها اها اي الله وياك عيني باي باي. دير باك على نفسك شويه لا تندعمين. زين انت 2005 جامعه؟ اي جامعه. وين؟ بالمشرق. ها والله حلو. بخت بخت اني ولا هو مو بخت لان جامعتي هم هسه حلوه وغيروا بنايتنا واحنا هسه جامعتنا تجنن وهم بخت. عندنا شجره وعندنا نخله وعندنا حدايق. جامعة الكرخ بغداد الكرخ اذا ما يا ربي ما يخون الذاكره انا مره واحده زرت. اي اي بعدني ما مداومه. اي اي اهلا زين. اي على طريق ابو غريب. جميله يعني مو بس تعدكم شجره. اوكي اوكي تمام. بس حلوه المسرح. اي كلش حلوه. والمسؤول عن تصوير عندكم صديقي علي حكمه. صحيح كلش زميلي. اي شفتيني بالمشرق يعني ستوري مصورين. صح. اي جيت سويت جلسه تخرج عندكم. اي اشوفكم التخرج مالتكم شلون يصير. بالضبط. زين شلون جامعتك؟ كلش حلوه. شنو الحلو بيها كطالبه؟ يعني انا زرتها كذا مره هي تجنن. كطلابها طالباتها كلش تعاملهم حلو ولطيفين يعني من ناحيه كدراسه زينه كوادر. زين شنو المو حلو بيها كطالبه؟ مو حلو بيها انه هواي تشدد. يا من شنو متشددين؟ مثلا بالامتحانات شويه يعني يوترون الطالب لان هوايه تشدد بال يعني ما يخليك تغشين. بالضبط. يا عمري سود علي ابكي وابكي وياك اني هم دكاترتنا يعني ماكو هيجي غش بس بان ما شويه عدم مساعده. اي مساعده بسؤال شيء. شوفي احنا دكتورنا الله يذكره بالخير كانوا داي ينقلون البنايه اكيد راح يشوف هذا المقطعين تحياتي له. داي ينقلون البنايه وماكو احد بس احنا ومطفين الكهرباء علينا العلايه تمتحنون وفرقنا بقاعتين وكل واحد بينه وبين زميله كرسيين وكل واحد كل لاين له سؤال ايوبي دكتور شنو بالضبط يعمل عشرة. الله عليك دكتور لا تقدرين تفاعل على قدامك ولا يعني لو هتلر ما يفكر بتفكيرهم مستحي يعني تحياتنا لك دكتور بس امانه جاوب. اي صح هم جهدي اكثر يعني حريص. اي بس مو هالكلام. شيء اي جيب الشيء انه بزودك. اي بس اذا جبتي خمسه واذا جبتي اربعه هاي مو زود. طبعا اكيد. هنا انا فشله. مو كلش انا ترهم يعني لو ما اخذت لك فراغ هم شويه سهل. بالضبط شويه اهون. زين منو اكثر دكتور انت معجبه بي تدريسه اسلوبه؟ شوفي انا اليوم لحد الان مرحله ثالثه عندي دكتور جدا معجبه باسلوبه بطريقه كلامه يعني لحد الان انا بالمحاضره بالمرحله الاولى ثانيه لحد الان حافظه هو شلون يشرح لنا. الصراحه يعني هو دكتور مال المحاسبه انه ما يمل من الطالب لو كم مره انه يعيد له كلش طبيعي عنده يعني يمكن 10 مرات يعيد لنا وعادي يستقبله بكل يعني رياضي لا ويعيد يعني فهم وصل الماده اكثر
يعني مو يعيد وهو مستهزئ لان الطالب ما فهم. لا لا يعني عنده استعداد يعيد مره ومرتين وثلاثه بدون اي ملل. حلو. دكتوره عندك دكتوره؟ دكتوره ام الحاسوب ودكتوره اروى اللي هي من الرياضيات. من الاقرب لك انتوا كطلاب يعني؟ هي الدكتورة أروى تعاملها كلش حلو، ومن ناحية إنه شوية بعدنا لم بالبداية فنحس يا مرحلة ثقيلة. أولى؟ أي أولى. حلو زين. وأم الحاسوب لا يعني زين كتعامل وكلهم لطيفة كلش حلوة. حلو زين. سؤال لو يرجع بيك الزمن قبل سنة ترجعين تقدمين بالمشرق لو كنتي تختارين كلية ثانية؟ لا همين أقدم بالمشرق. والله يعني إيش حدك تقولي لا يعني ما أدري يعني أنا تمنيت فيها قسم إعلام. يعني صراحة التراث المشرق هنا أحسن البيان هم حلوة. البيان هم حلوة كلش جميلة. المشرق كلش جميلة. الجامعة الأمريكية كلش جميلة كلش حلوة. فراهيدي كلش حلوة أكيد. كل واحدة جامعة زين. كل واحدة إلها. أنا أحكي لك على جمال تصوير سأليناني وين الصورة وين الدرسي. لا لا صحيح صحيح والله هذا واقع. يعني كل واحدة وإلها ميزتها. كل واحدة إلها سلبياتها وإيجابياتها. التراث كلش حلوة حتى مكانها. اي صح. تحياتنا لك بدو القلب. شوفك بخير حبيبتي. كل ما اريد ايش الله يوفقني وانسى الدراسه والتقي بشغلي يرجع طالب يذكرني باكر عندك دوام ما بي مجال. بالضبط ارجع افكر شلون باكر دوام. هذه هديه لك من جراند سمارة من توما العزاوي من المنصور بسيد الخليل. تخابريها لتوما تحكين وياها تحجزين وهي فزت ويا فاطمه قيدار وهي راح تنطيك هديه تحقن لوجهك اي شيء انت تحتاجه. اوكي قلبك. شوفك تسلمين كل حبيبي بدو قلبك. مشاهدينا الكرام مستمرين وياكم احنا دائما وانتو دائما تكونون قريبين علينا اخوان واصدقاء. نكمل وياكم مسيرة برنامجنا على مدار حلقاتنا كل اسبوع بخميس واحد. بالخميس والاحد مثل ما تشوفونه تشاهدونا من خلال شاشتنا الحبيبة الفلوجة الفضائية. مرحبا. مرحبا. اهلا وسهلا. انا اريد اطلع فاصلة ابو علي كتبوا علي. رحم الله والديك. الحمد لله تمام ماشي الحال. شنو اسمك ومن وين؟ انا حسين من بغداد. لا هنا من الكاف. الله يحييك. شكرا. اي هذا بوث يعني. حلو الله يرزقك. الله يسلمك. فدول وش تشتغل كموظف لو انت صاحب العمل؟ لا انا صاحب العمل الحمد لله. يا مون انا 2003 ويقولوا لي ماكو شغل والبطاله وماكو فلوس وحد الراتب 400,000. مرحبا. هذا صديقي. اهلا وسهلا. الله يخليك. الله يسلمك. انا مواد 2002. والله واللحية والشوارب صوتك خشن وانا قلت راح يقول لي 95 94. كيفش على كيفش ترى سنة 2002 راح يتخرجون وانا هاي السنة راح اتخرج. فكر على الفينات صغار يعني بس ما احنا قاعد نكبر يعني صار 23 سنة يعني عبال اي عبال يعني انت 19 17. لا ايش فايت لك 15. اكيد ستة. انا عندي صديق 2003 سوى بوزارة الداخلية يعني ان شاء الله 2003 راح يصير. شلون تقنعنا يعني انا يعني ما اقنعش يعني 6 ايام مواليد 98 اكثر منك اصغر منك من بين اكبر منك. مو هي جينات يعني انت مثلا تشبهين عمتك امك والدتك مثلا ابوك هي جينات بعد يعني مال الالفينات ترى هاي ما تقنعني بايلي انتو الالفينات قبل صديقي اكو ولا صديق وياه بالجامعه تباين عليه تقولي هذا ابتدائيه يعني هذا ما ندر يعني الا ما ندر. ليش ترى ما يمنع عندي اصدقائي هوايه لما كانوا هم التسعينات لما كانوا اعداديه متوسطه ابوا عليهم اقول هذول يعني كليه مو لانه يقتطع فيهم الفينات. صح كلمه قوسين باعي اللي هو الاضواء مسلط عليهم على الفينات لانه صوره ذهنيه هو الجيل هذا بدا يعني انه قام يكبر يوعى وقام يجي. صح التكنولوجيا تطورت وهم موجودين افتهمتي فانما يعني هم صغار مستحيل يعني اليوم انا هاي السنه حتخرج وبنفس الوقت ما رب تجارب يكتب شعر لا يكتب شعر بنفس الوقت ما رب تجارب مثل ما انت مروا التسعينات مره. والله صح يعني انت ما تقنع الشعب العراقي انه 2003 و2004 حابين تحسهم هيك انغار عليهم بس جهالنا ما يصير يكبرون اطفالنا. المحل بالعراقيين لما يزلمونهم سالفه خلاص يعني هسه اني بالعراق عمري ما يعرفون يعني مدى يعرفون وانت يعني قلت له عمري موجوده خلينا نسوي لقاء اول واحد من الشعب العراقي وانت في كل لقاء يا تزمين واحد بالالفين تزمين يعني انت متحلف يعني متجهز. لا مو انت يا تزمين الفينات يعني دمري. والله ما مدمرته اصلا يعني اشوفهم متزوجين اتعاطف وياهم واسولف وياهم واشجعهم اشوفهم طلاب اشجعهم اللي اشوفه تارك الدراسه اشجعه يكمل دراسه. شو مسويتي؟
شلون شجعتك؟ اي لا حارث خلاني اقدم، انا هسه رجعت يعني فضل الي، لانه هو كل صديقي يعني فضل لله، ومن بعدها الصحبه الزينه، الصحبه الزينه هاي ثمره الحياه. ثلاث ساعات اربع يحكي عبد الدراسه. يعني شنو انت وين كنت وشنو؟ انا ملتيت بالشغل فتره، فتركت للثاني متوسط تركت، فرجعت هاي السنه امتحان الثالث خارج ان شاء الله. الله عليك، الله عليك تنجح، لان الثالث صعب. شوفوا هسه اي خاله شوفيها يعني الحين بشر. ليش؟ لان هو سبع مرة تجارب اصعب من الثالث. الحمد لله. فانا ادري انه راح يعبرها. انا قد هذا الشيء يعني كل ثقه انه هو راح يصير، بس هو الثالث اصعب من السادس، لان محتوي كل شيء العلمي والادبي، فنحتاج هذا الحماس. من اي ناحيه؟ انا دافع له. هو ما حقك صديق بالضبط. لو على هنا صديقتي كان هو يدافعك. تعرفين ليش هسه اي واحد هسه تحكمي؟ هو والده متوفي. الله يرحمه ان شاء الله بالجنه. ان شاء الله. انا من والدي متوفي. الله يرحمه. بس هو بحكم انه هو الاخ الكبير. اي كمل عمري. خلى اخته تصير دكتوره، خلى اخته الثانيه. اي وهسه عنده مكان شغله هناك. الحمد لله. ما شاء الله. الطابق الثاني عندي اثنين مو صحه وعافيه ورزق. الله يسلمك. بعد هذا قلت له انت بعد وصلت. ما اروح ما اطلع فاضي. بعد انت وصلت المرحله حلوه خلاص يعني قدم. شوف نفسك. انا؟ انه خلاص وصلت للشغله اليوم. انه يرجع يشوف نفسه. اليوم يقولون ما مخلص دراسه فاشل او بس فكره صغيره اوضح اياها. اليوم كل من قطاره يعني اليوم انا اذا ما مخلص دراسه فهذا قطار يعني ما فاتني أرجع أدخله وأصعد وأوصل لهذا يعني أكو غير أمور تقدر تنجح بين غير الدراسة يعني. أنا بسبب الظروف تركت الدراسة. أنا بالرابع الإعدادي عفا عام خامس سادس قعدت. أنا على حب إن شاء الله ولا فاء من طبيت. مو خلص دراسة يقولون فاشل. رجعت أخذت غلط يعني لتنويه. أنا امتحنت هسه راح تقدمت قبل فترة يعني كلش كبار وياي مقدمين يعني أكبر من أبقيت خوال عمام. اللي انتشر هاي العجوز اللي قاعد تمتحن. عجوز كل الشعر مالتك هذا لا مو اكون بالوسط حبة حمزه عادي هي نسمع شعر على والدي على كاتبه كلش حلو في صور شعريه يعني راح نقول عزه بالبدايه يحكي فصحى وراها بالجلفي كلش بالعامي عفوا تفضل هو مو جلفي هو فصحى وبي بي يعني كلمات عاميه اوكي احنا جاهزين إليك بالنهاية يعني هاي اختامية مثل إليك طوري أوكي حلو من يكون مثلك حسين مثلي لحسين بالشعر عريان السيد خلف مو غلط أنا قصدي إنه أنت تقول مثل يعني تحياتنا ليش أحبه لأن أنا كانت أمنية حياتي إنه أصير طيار أو بحار وهو بحار بالضبط كابتن بحري هو بحار وخاصة لما يقول بالضبط لما يقول إنه ما أكتب إلا على البحر هاي الشغلات كلش أحبها تمتيني فبحكم الظروف ما صار. يعني شنو قصدي انه انت من تقول مثل حسين يعني انت مقتمص من حسين بعض الفكره هذا شيء حلو يعني بالمقرا احس نفس الذوق صدق لا بس انت لازم تقنعني احنا لهنا تقريبا بينا خمسة اشخاص كلش مستمعين للشعر بشكل مو طبيعي الشعر الشعبي لو الفصحي يعني بكل انواع انه نحب نسمع شعر هواي لازم اداوم وياك القعدات يعني القعدات ورا الشغل مرات نقعد برا بالساعتين ثلاثه انه اي اقرا له الشعر يقول هاي طبعا على والدي يعني الله يرحمه ان شاء الله يفتح سمي جملاته يقول عد يا ابي فلن ارى بعدك سوى شيئا مخيفا مظلما يبكي على فرقه مضى يجلس وحيدا دائما يبحث على شيء ملا وقتي يعد مثل الهوى اشتمه فلن ارى شيء في داخلي يبكي بصمت يعتلي يا ليتني كنت ارى عيناك لو شمت هوى قالوا لي شو ما صدقت الله كريم وما عفت باقي على قيد الهوى قالوا لي شو ما صدق الله كريم وما عفت باقي على قيد الهوى صح لسانك يجنن قعدنا ساعتين ادقق بي اريد غلط اريد شغله ما لقيت اي ما لقيت ما عود لقيت وحده ضفت له لا كان يقول لي غلط هيك احسن اي واكثر اللي كله تنتبه عليه مال انه غريب ما سامعي من قبل انا عند صديق همين شاعر حافظ له هو لهمين كلماته حلوه البيت بهالقصيده اللي يقول وقتي مثل الهواء اشتمه فلن ارى يقول لي الهواء ما ينشاف بالضبط يعني تعدي السنوات بس انت ماكو فما له ثمن الهواء ما ينشاف فصعبه ينشاف وهو ميت بعد شلون اشوفه صعبه الله يرحمه الله يسلمك حسين عنده بيت نفس يشبه هذا البيت اللي انت كاتبه يقول اجمل ثلاثه اشياء لا يمكن رؤيتها الله والهواء وانت صلاتي السادسه وويل للذين هم عن صلاتهم ساهون
طبعا سامعها. لا مستحيل ما سامع، ما اقبل. هذه هديه لحضرتك للعائله الكريمه، ما اعرف اذا عندك اخت او لا. اكيد. حلو، سلمنا عليها. هذه هديه من لوك سولوك بالحارثيه. شكرا شكرا، حياكم الله، شرفتوني ونورتوني. تسلمين. تسلمين. شكرا لان انتم متابعين برنامج. الله يخليك. شكرا لان تقول لي عمري. شكرا عمري. مع السلامه. الف هلا الف هلا، حياكم الله. مشاهدينا الكرام مستمرين ياكم بعد الفاصل. هذا البرنامج برعاية مرحبا. الحمد لله تمام. الحمد لله تمام. رسل. الله يحفظك ان شاء الله. شلونك؟ والله بخير اذا انت بخير. زين المكان بخير وعافيه. تسلمي لي. ان شاء الله. زوجتي. صار لكم كم سنه متزوجين؟ تقريبا سنه صار لنا. عرسان جد. شهرين. باعي محافظ. وشهرين وما يحفظون التواريخ. ها يعني اسئله، هاي الاسئله مالتي؟ اي سيدي. سووا مشاكل؟ اوكي، شو كنت تاريخ زواج؟ تاريخ زواجنا. ايوه. ايه. لا. لا لا لا. أنا ذكرت تاريخ خطوبنا صار. مو ربكتك. قول يا الله، قول يا الله. شنو ربكتك كاميرا؟ حمزة أخذني أني لا تأخذ العريس. شو وقت عيد زواج؟ إحنا خطبنا 2/7، زوجنا. عزة والله. جد. ما صارنا هو من من. والله ما أدري، دام خاف من 5 أطفال كان سويت. إيه أفتهم شهر 11 تقريبا. لا. شهر 11 تقريبا. ترى ذاك نسيبي هو يدرس. اخوها الله يساعدك. شو وقت تزوجت اختك؟ اوكي، شو وقت تزوجت اختك؟ شو وقت؟ نبي الله يقول هم متزوجين، ما متاكد. انت عرسك هم ما تتذكر؟ لا رجعنا والله ما اطلع. هاي الاسئله كلها. لا انا حتى اوكي من المدام. انت تخيلي حتى يعني بعيد ميلاد زواجنا سوينا جلسه مع التصوير فوقاها، يعني سنه على سنه، يعني ما صار هو هي اخر جلسه التصوير، فلين اخرتها التاريخ. عيد زواجكم ايش وقت؟ اي شهر 9. ابي 10. انا قلت لك 10. نسيت وصلنا هو شهرا. يعني اقول لك مربكه الكاميرا واداء معذر معذر 6 يعني بعد حضور لك السده تضحك وقفتني والله وارتبكت حتى احتريت. احنا بالبيت حبيبتي هسه هديه منها. الله ترجعي للبيت. شدري على الثاني اعطيها هديه لها. ترى تخسر هديه ثانيه. والله عيوني لها. لا يغرك. هاي دا يصبغ. اي دا يصبغ هاي قدام الكاميرا. هاي ربكة الكاميرا. والله من ورا ربكة الكاميرا. سؤال، شو وقت عيد ميلادها؟ عيد ميلادها شهر 5 يوم 13. 14. اي عادي، مو هو 13 ولا 12 باليسر 14. الامور طيبة. يا ربي يا الهي. شي ياباني برج الدلو، ما احفظ تواريخ يعني، مو بيدي. والله مو بيدي. والله نسيتوني تعب الحلقة. يوم يعني مو اكثر. ليش بابا انت مو بنتي؟ انا خلفت. هاي بنتي. اذا خلفتك واحد ما يتذكر شو وقت خلف بنتي. اي اكو تزوج ابوي ما يتذكر وقت خلف. انت بالوراثه. انت بالوراثه؟ اي يعني يعني اي اي في كل شيء ينسون. تاريخ ترى التاريخ مو يعني مو فد شيء. شركة حياتك هي موعد زواجك. يعني انا اتذكر وجودها بحياتي وهي يوميا اشوفها، هاي كلش احلى من ان اذكر تاريخها. قصدك اسمعني قصدك انه يوميا عيد زواجكم؟ احنا حياتنا كلها عيد زواج يعني. عيد ميلاده بعد شهر راح انساه. عيد ميلاده بعد شهر راح تنساه، اذا تحسب له يوم يوم هي راح تنسى. البارحه حضرت الكيكه، وش تختار تريد بيها؟ مال حلاقه لو تريد نرجيله؟ مو هو صاحب سنه. هو الله الكيكه هيجي بسرعه هيك من اي مكان. انا احسب له يوم يوم، ايش تريد اسوي لك الكيكه حلاقه وما اعرف شنو تحب من جلسه نرجيله؟ لا تصرفين. والله سويتها بعيد ميلادها جلسة وقعدنا وأمي جت تتبع علي صفحيش. والله بدت تشمرها بالبحيرة مال نصب الشهيد، وتحملتها وسكتت وكل هاي تذكرين بتاريخ الزواج. ليش خلت بابا لك صفحيش؟ هي أمي تقول لي أنا ما أغار، بس طلعت تغار بعيد ميلاد. إي والله
هي امي قضت علي انا ما غار، انا ما غار، فانا عزمتها عيد ميلاد زوجتي، فجت امي كان يتبع علي صح بابا عشان بعد عليه هي تتبع بالبيت خالص اليوم شوفوا لكم ديره تشافه من اجي بيت اهلها ادز لي هذول اللي يغضب امه افتح اليوتيوب شلون بالله رضى الله والدين ودعاء حد دخل النار لان غضب حرام اللبس حرام هيك ادز لي زواج حرام الزواج حرام اللي يروح بيت اهل مرته حرام تضحك بوجه اهلي وما تضحك بوجهه والله يعني انا هسه راح اشوفني انا جاي يمهم اللي انا قايل قايل هم بالشغل فخالة هاي هو مو شوفيني مو انا غير مو والله صدق كلش قاعد توديها لهلا واحنا بيتنا بالدوره يعني قريبين عليهم اهلها كان بالدوره يعني لا هي اهلها بالمنصور احنا زين قريبين اي فقريبين وانا شنو يعني انا هسه ما راح اتون على شغله واحده اشتري سياره جديده ومو مطلعها فلين طلع زوجتي اول واحده بيها وتتخيل انت ايش تسولف هنا ايش تحكي عندي حل تروح لهلك وانا وديها بدربي لهلها زين وان شاء الله الله يصلح الحال ما يصلح بعد اليوم كلش فلشتنا انت اليوم وانا تجيني فقرات احكي الصراحه يعني الله يسعدك بس للامانه ما بها شيء يعني انه عائلتك او زوجتك ما ثيناتهم هم حياتك الوالدة هي لها كل التقدير والحب والاحترام هذه غريزة لا إرادية لين ابنها بس إن شاء الله أنه تكونوا أنت وياها متصافين الحمد لله يعني أنا مثل أمي والدتي بالبيت أي. هذه التفاصيل تصير ما مقتنع مو ست يعني أنا أمي يعني ما تعاملنا كإحنا ولدها يعني إحنا أصدقائها فهي تغار علينا لدرجة أنه هي تقول أنت شنو كبرتك وهذا وترباية مثلا يصير زوجتك توديها تطلعها بس أنا بنفس الوقت ما مقصر وياها ما وديها أنت لو مو زين حشاك ويا زوجتك كان هي مرة هي اصلا هي حاولت تصلح حالك بالضبط هي صح هو بالحالتين هم مراضين يعني انت ايش راح ترضين ولا ما ترضين في اي موضوع توقفوا وياه يعني امانه انا ما اعرف الوالده لكن اعرف الامهات بشكل عام انت لو ما كنت رجل صحيح ويا زوجتك كان هي ما رضت عليك هي بالحالتين ما راح ترضى يعني. يا الله اسالي دا احاول ارجع لك تقول يا احاول ارجع لك خاطرك والله ست يعني هي ام يعني مهما يكون هي بالاخير تبقى امي وانا اول ثاني ما مقصر وياها ولا راح اقصر وياها ناشدها ناشد امي الله عليك استدغارين علي بشار انا ابنك مو رجلك والله كم ولد انت احنا اربعه واخت تغار على اكثر مني هي تحب اخويا الكبير اكثر مني اكثر منك متزوج الله يعينه اخويا الكبير لو تعرفين شو يسوي لو يجيب تراب يذب البيت هي تحبه انا لو شو اسوي لها ما تحبني كل هاي وما تحبك مستحيل مو هي شنو يعني هي يعني تغار علي بسبب هو دام الكبير يكون مميز اكثر لا راضيه سوى الطرش ضمته شهرين بطار ما حتى ما اندل من جطت هي والله هو كان بمصر مسافر الطرشي صار وجا من مصر يلا عرفت عندنا طرشي اعطيني هديه كريم كل نسيتوني التعب اليوم والله العظيم شكرا يا رب يكون بعونك والله انا شفتك اليوم يعني انا يوميه اتفرج ابو علي يعني ممكن اجي اشوفه لا ما اشوفه انت هسه تستني من بعيد قلت لهم ست فاطمه شفت هاي ست فاطمه شفت فيديو علي طفله مسوي على تيك توك عمري اي عمري قارش ارجع حافظ شان لا 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 هو حافظ شان لا 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 حافظ كلمتين اسمح لي عمري كنت تفتح وتفوت الله يساعدك علي مو كلهم يقولوا لي والله الله يساعدك علي دهري على قولتها اي حيل حيل 24 ساعه اذا لازمتني صار لها يومين كل لازم علي دليل انا دحت شو يا بنيه اي هنا انا اتمنى اشوف انا دا اقول لك هنا اتمنى اشوفك وانت وكيفك بعد يا بنات انا شفتكم ما عندي شيء ويا البنيه ترى زميله عمل بس لا اكثر والله قالها بجد واني هم ناشد اتمنى اشوفك المن اشوفك انا اقول انا اروح فاصل انا عندي حلقه وانتوا تعاركوا بلكت الله اشوفها هنا أنا وتقبل عطا واخذكم من سيارتي اتفقنا؟ هاي هديه لك من عياده الحديث بيوتي سنتر كلش قريبه عليك بالدوره بابو طياره بشارع الخدمي على اليمين لك هديه من عندها الك هو ما يروح هسه هو ياخذ لك هديه وانا تعبت قاعد ترن راح انطرد قاعد ترن وبالاخير الهديه لها والله انت يعني انت هسه حتشتري الهديه لان الناس عيد زواج اي بالضبط راح ما بيها ما والله اتمنى اصير شغله واحده انه الله يخلقني مره يعني كل وين عمي والله كلها ضدنا والله كل شيء ويا المره
كل شيء يعني آخر شيء رجال يتعب ويشتغل وهذا ويجي بالأخير المرأة على حاضر ما عاجبها مجرد إنه يعني هو مضحك بوجهها يعني هاي هيك احنا ليش شفتي بعزه 24 ساعه احلى شيء ها لك بعد وبهذا الوقت افكر ارضى علي لو ما ارضى يعني تخيلوا يتعب ويشتغل من الصبح لليل وبالاخير تفكر ترضى لو ما ترضى ايش يعني أي والله انا مع السلامه الله وياك باي باي بدي اقدر اخذ الفاصل اني شوفكم الله يسعدكم ينور دربكم يوفقكم يجعل لكم الخير بكل طرقه وكل سبله ويضحككم يفرحكم يرزقكم الفرحه لان الفرحه رزق راحه البال رزق الصحبه الحلوه رزق الزوجه الحلوه رزق الزوجه الصالحه رزق الزوج الفرفوش رزق الرجال اللي يضحك ويتشاق ويضحك ويا امه ووالدته وزوجته رزق هكل هاي ارزاق فالله يرزقكم وينطيكم لحد ما يرضيكم الله يساعدك ايش بدك تسوي تريد تطلب اكل عادي على وقت. تفضل استريحي. نستريح لو واقفين مو؟ شلونك؟ الله يسلمك ويخليك. أنا من الحلة. حياك الله، ايش وقت جيت البغداد؟ لا أنا هنا أنا شغلة يعني. وليش قلت تروح للحلة؟ والله بصراحة قبل لو هسه. قبل وهسه؟ قبل. ناس فضوليين عادي. قبل كنت كل أسبوع أروح أشوف الوالدة بس هسه شوية الأمور تغيرت لأن صارت مسؤوليات أكبر عندي هنا. فقمت كل شهرين بس هي تجي اغلب الاحيان تجي هلا بيها كل الهلا شنو المسؤوليات اللي تغيرت عندك؟ يعني كنت اشتغل عامل عند يعني عند شركه فاقدر اخذ اجازه كل فتره هسه صرت انا ابو الشركه نفسها ما شاء الله الله يرزقك الله يسلمك يقويك فتحت نفس الشركه نفس الشغل بس انا فتحت شركه وحدي بالضبط الله يسلمك الله يقويك ان شاء الله رحم الله والديك يعني انا احب الناس اللي تكون معتمدة على نفسها أنا ما جاي من الدنيا والوالد منطيني ملعقة ذهب الله وكيلك تمرمطنا وقفنا على حيلنا وجبنا أول مليون لزمنا كان بالنسبة لنا 20 مليون صح هسه صار المليون رقم نقدر نوصل له لأن اشتغلنا لأنك سنوات عدت عليه هو شوف يعني انت اليوم شبابنا بصراحة بالنسبة للوضع العام بالعراق انه القطاع الخاص لازم يشتغل واحنا نقول ماكو شغل يعني احنا نقول احنا دائما نقول جيل التسعينات احنا مظلومين فاعتمدنا على نفسنا بصراحه يعني انا جيت البغداد 2012 كملت كليه الحمد لله والشكر بالنهرين ورا التخرج بعد قلت انا ما ارجع انه لازم ارجع ان انا بعد هنا أنا خلاص فأسست شغل اشتغلت يعني فترة تقريبا سنتين لحد ما بنيت شيء وقدرت افتح مشروع الخاص ما شاء الله شنو مشروعك؟ عدي سويت شركة مال عطور الحمد لله ما شاء الله شوف أني دائما أكون الداعم الأول لكل شخص يتعب على نفسه فأني شرفني وفرحت لأن هذا الكلام اللي حضرتك تفضلت به هواية ناس تقتدي واليوم اللي يشتغل عامل ومؤمن بنفسه أنه هو راح يوصل يوصل يعني هي صارت شلون أقول لك تراكمات يعني كسرة وفاة والدي وحب علاقة حب فاشلة كانت عمري جيت من الحلة لبغداد كانت انه لازم اسوي كسرة خشم التحطيم لازم اسوي شيء يعني بعد ما بيها مجال لان كسرتين على قولتهم ضربتين على الراس توجع فلازم ارجع ايش انتهت علاقة؟ يعني رؤوس اقلام ما صارت يعني ابويا كان الله يرحمه ما وافق و ما وافق انه اروح اتقدم لها كنت بعد نستوني ناجح من السادس واحنا علاقه 7 سنين يعني هو هذا الحب يصير حب الطفوله انه ماكو دغش ماكو كذا عفوي فطري نظيف فكنت متموعدها انه اخلص سادس اعدادي وانجح انا على موت نجحت طبعا انا ما احب الدراسه عمري زين فنجحت ووالدي كان كلش معارض على الموضوع وانا كبير فقال لو انا لو هذا الموضوع ليش كان معارض؟ يعني انه يقول لي انا تزوجت انا صغير فهذا الشيء مو صحيح فانت كمل كليه وراها افتح بزنس خاص بيك وراها ليش ما مشيت على ليش ما بقيت تحب؟ ما ادري فيها بعد قالت انا انه انت ما عدني وصار لك 7 سنين قلت لها انا مو كذاب انا جيت ودا اقنع اهلي يعطيني مجال قالت بعد واكو موضوع انه شلون قلت لك اياها صارت خطبت ورا شهر ونص توفى والدي فبعد هي متزوجة؟ اي متزوجة حضرتك؟ انا لا بعدني ما ادري شو احكي طيب ليش ما متزوجة؟ على كل شيء يعني بصراحة بعدني قلبي يمها يعني صعب اختار شخص واني قلبي يم شخص ثاني
كلش صعبه. فهاي الطاقه السلبيه طلعتها بالشغل بالضبط. هي ترى الكسرات تولد منك انسان قوي وناجح. لا الحمد لله وشكرا لي هسه بالمستوى اللي انا يعني بيه كلش راضي على نفسي. من كنت يعني جيت بفشل وكسره وكذا رجعت يعني هسه اهلي هناك يفتخرون بي من انا موجود هنا ببغداد وفاتح شغل وانا مشغل العالم وياي بدل ما انا تشتغل يم العالم. هم اخوتي اللي يشتغلون وياي هم غربه كلهم اصدقائي وكنا كل طلاب كليه سوا وهسه نشتغل سوا بنفس الشركه. الله يرحمه. وبعد نتطور اكثر واكثر. صحه وعافيه ورزق سلام. ودائما اقول انا اكو شغله اكو مقوله دائما واحد كان صديقي يقول لي اياها اقول له من نحكي على الحب وهاي يقول هاي المقوله قدام انا اقنع نفسي بيها يقول جفا يجمع معزتنا ولا عشق يذل اثنين. يعني احنا نبقى بعيدين بس نفس المعنى ولا عشق يذل اثنين يذل مو صح. فمن توصل مرحله الذله بعد ها ورا هاي قالت ارجع لك قلت لها لا افسخ الخطوبه ونرجع قلت لها مستحيل رضيتي بغيري ما تصيرين لي بعد هسه عدت ثلاث جهال وانا بعدني ما متزوج. وقلت لك انا جيل التسعينات مظلومي وانا والوالده هيك ليش؟ تزوج تزوج ما تزوج ما يصير قرايبها. الله يرحم بحالك مو والله ربك اولى بي ما اروح للمسيب خلاص احنا منطقتنا تابعه للحليه قضاء المسيب اذا سمع بي ما اروح هناك خلاص لان تروح تظل امي تعالوا ليش وبعدك وكذا شوف اني ما راح اعرف احكي لك شيء لان لازم اكون متحفظه كلش على كل كلمه انه اني احكيها لك بس جديات رب العالمين ارأف بحال القلوب لان هو ربك بعزته وجلاله يقول انه اني باوع القلبكم ما باوع الوجه يعني الحمد لله وشكر على كل حال اكو هواي اشخاص يجون يدخلون حياتنا وكذا بس اني بصراحه مكرس حياتي شغل الله يوفقك بس الله يوفقك ما اريد ييسر لك الخير بعد وقت على هذا الموضوع عفوا على قولتهم هو 12 سنه 15 لا تتخطى نو بيوم ينزل اغنيه جديده جلال الزين جلال الزين ما يقعد راح حبيت شغله العطور من ورا عطاها والله العظيم وسويت شركه وسويت براند واول واحد سويت مواليتها وعطرها يا ربي والثاني سويت مواليدي وعطري الاحباني يعني الثاني زين جلال الزين هم يعني اغانيه تسمعها انا هواي اسمع اغاني بس شعر شويه جلال الزين يعني ما ادري تحس هيك متقصد هاي الفئه يعني انه ما نشتغلهم على وحده اشتغل بالعطر عطرك عطرك وعطرها قبالي فالامور كلش مو تمام الله يرحم بحالك الله يسلمك ويداوي قلبك الحمد لله وشكرا ويجبر خاطرك ربك كفيل انه هو يجبر الحمد حاشا الاسماء ادعي يستجيب الحمد لله والشكر شوفك احنا ماشيين بالطريق الصحيح والله ان شاء الله يا رب شوفك شرفنا بيك على راسك فاطمه الورده الله يحفظك شوفك بخير مع السلامه لا يا دوختني تخليت نصفن خليتني اتذكر قصايد كامله شوفكم بخير بصحه وعافيه يعني كل شيء ما دا اعرف شنو اقول لانه قبل دقائق كنا ويا اثنين متزوجين كلش ضحكنا وورا دقيقتين صرنا ويا شاب يعني لو بعد لي دقيقتين انا ابكي وياه فالله ييسر له الخير ويكتب الهياء بكل طريقه ويجبر خاطره يا رب العالمين. انا مستمره وياكم بس ما راح اقدر اكمل لاخذ فاصل وارجع لكم. مرحبا مرحبا اهلا وسهلا يا ست فاطمه كل الهلا بيك يا حبيبي والله بخير الحمد لله اسال عليك كل الهلا بيك ست فاطمه شنو تسوي شنو ما تسوي؟ والله انا خريج اول شيء مبدئيا خريج كليه اعلام حلو عشت ايدك شلون كنت الاعلام والله كلش حلو لان هو هذا هدفي هدفي انه حققته والحمد لله والشكر واستمرت بالابداع داخل جامعتي وطورت من نفسي اكثر بعد الجامعه وبعد الجامعه انه شغل حر هو يعني من كنت طالب جامعه انا من كنت طالب جامعه كنت اشتغل واستمريت بهذا شغلي لحد ما طورت من نفسي يعني اللي طورت شنو غيرت انه انا كنت بالمطعم كنت كابتن صالح بعدين تحولت الى محاسب بعدين تحولت الى مدير صالح ما شاء الله الحمد لله وش الانسان يعني لازم يعتمد على نفسه ويسعى صح. مهما كان الظروف زين والهدف يتحقق دائما خلي كل انسان لازم يخلي هدف بحياته حتى يحققه يعني انا من كنت يعني كنت بالسادس اعدادي كنت الزم المايك بالبيت اقول شو وقت اقعد بالبرنامج هذا فلان برنامج لحد ما قعدت بالبرنامج اللي اريده كضيف
ضيف واشتغلت همينه قناة العراقية فترة. تدريب؟ كتدريب وكشغل. يعني شغله بالاعلام، قمت التقي بناس اي طورت من نفسي هوايه طورت الهدف الحمد لله وشكر. حصلت على جوائز ابداع هواي داخل جامعتي. انا كنت طالب مرحله رابعه يعني ما شاء الله، ومرحله ثانيه. انا بالمرحله الاولى اخذت جائزه ابداع ما شاء الله، يعني الحمد لله وشكر. فكل انسان لازم يطور نفسه، لازم الهدف اللي يريده، يعني هذا مبدئيا. تمام، نصيحتك معناها لكل الشباب اللي يقولون خطية يعني ماكو شغل، ماكو دراسة، ماكو هدف، ماكو فلوس، ماكو 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 ماكو. تعال شوية والكاميرا عليك. أهم شيء الكاميرا هاي. لا أنا يعني كنصيحة مني لهم أنه لازم يسعون. كل إنسان يسعى يجتهد. أنا بديت يعني بديت من الصفر مثل ما يقول. كنت أدرس جامعة، أنا مواليد 99، درست بالجامعة، اشتغلت. أنا طالب كلية، الصبح امتحانات، بالليل شغل. دراستي يعني شو كنت أدرس بالثنتين بالليل بالثلاثة الفجر، والحمد لله وشكر. هذا شغل موهب دائما زين، وبالإضافة يطور الإنسان من نفسه دائما وبكل الظروف زين. فالحمد لله وشكر، يرزقك ويوفقك. شكرا، ممتن لكم. أوكي نسمع وقري. تمام يلا نسمع. تكبري بعد زيدي بدلالك. تكبري بعد زيدي بدلالك. سبع فدوات يرحون الجمالك، موش بنية كان صورة القرآن، شياطين تسكرهج لا عبالك. موش بنية حلقومة، الشاف اشتيها علومة، عليك الكعبة لا تضحكين، طالب وراسب بسنتين، ما اريد انسى معلومة. يا ولي ابو الف هلا. كل الهلا بيك. اهلا بيك. سلمنا على الاهل. يوصل يوصل ان شاء الله. توقفي تسلمي. مع السلامه. تسلمين. كل الهلا بيك، حياك الله. مع السلامه مشاهدينا الكرام. اكيد احنا هذا برنامجنا هو المنصه لكل بيت وعائله وشاب وشابه وبنيه وطالبه عراقيه وغير عراقيه. احنا هذه المنصه اللي نوصل بيها صوتكم بحب وجمال وعفويه ولطف. كنت وياكم فاطمه قيدار على مدار كل الحلقات اللي عدد وكل الحلقات القادمه باذن واحد احد. هذه حلقتنا خلصت، وصلنا لختام حلقتنا. دائما الختام يكون مسك، انتم مسك الختام لان انتم تشاهدون هذه الحلقه. كل التحيه وتقدير لكل عائله عراقيه تشاهدنا حاليا امام شاشه تلفزيون قناه الفلوجه الفضائيه. شكرا لانكم تحبونا، لانكم تدعمونا، لانكم تشجعونا. شكرا لكل الفيديوهات الفكاهيه اللي تتصمم على عمري، على البرنامج، على الكلمات، على العفويه. يكفي انه لقبنا داخل التعليقات شنها الاعلاميه المستوره، الخلوقه الحلوه، والكادر وين حمزه. هذه الكلمات الحلوه احنا نفتخر بها ونتعب ونجتهد اكثر واكثر حتى نوصلكم بكل حب. شكرا حمزة، شكرا حسن، شكرا كريم. كنت وياكم فاطمة قيدار، مع السلامة. هذا البرنامج برعايته.